السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين من القسم 6-4 المكثفات والعوازل الكهربائية، مدونتي لفيزياء دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الحالي والأعوام الماضية. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. الكابل المحوري الحراري هو نوع من الكابلات، يعني هالمسألة هي عم يعطيك اللي ينورك انه بأشياء جديدة ممكن تطلع انت مهندس ميكانيك، مهندس كهرباء إلى آخره. الكابل المحوري الحراري هو نوع من الكابلات المحورية يستخدم لترشيح عالي التردد في تجارب الحوسبة الكمية عالية التبريد. القطر الداخلي للذرع هي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، يبلغ 350 من 1000 مليمتر، وقطر موصله المصنوع من النيكروم يبلغ 170 من 1000 مليمتر. يستخدم النيكروم لأن مقاومته لا تتغير كثيرا عند الانتقال من درجة حرارة الغرفة إلى ما يقرب من الصفر. العازل الكهربائي هو أكسيد المغنيسيوم MgO الذي لديه ثابت عزل كهربائي مقداره 9.70. أحسب السعة لكل متر للكابل المحوري الحراري. فأنا رسمت لك الرسمة، هي R1 هي R2، هون العازل هي R1، أعطاك هو القطر فلذلك قسمت على 2. أعطاك هنا القطر القطر القطر، ما أعطاك نصف القطر فلذلك تنتبه لها الأشياء هاي. بتكون أنت حافظ السعة المناسبة لمكثف أسطواني، هاي سعة المكثف الأسطواني. لكن كونه طالب احسب السعة لكل متر للكابل المحوري الحراري، فبنقسم طرفي المعادلة على L، فL هذه بتروح وبصير عندك سعة على L هو المطلوب، هي السعة لكل متر للكابل المحوري الحراري، سعة على L والباقي بيضل وبتعود. بس هذه هي الفكرة. في رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.